مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق موسكو وكالوغا وتفير وفي القرم أيضا. تعرضت موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على امتداد الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في حالات عدة في تعطيل حركة الملاحة الجوية. من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستواصل استهداف الموانئ الأوكرانية بسبب ما اعتبره استغلال أوكرانيا لهذه المنشآت في تصنيع الطائرات المسيرة. فإلى أين تسير هذه الحرب الروسية الأوكرانية على ضوء هذه الهجمات المتبادلة بين الجانبين بالطائرات المسيرة؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور رامي القليوبي الأكاديمي المحلل السياسي المختص في الشؤون الروسية، ومن كييف ينضم إلينا الدكتور عماد أبو روب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. ضيفي الكريمين، أهلا بكما. نبدأ من كييف مع الدكتور عماد أبو روب. هذه الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة وهذا الاستهداف الذي ينسب لأوكرانيا لموسكو ومناطق أخرى في القرم وفي غيرها، هل هو كل ما تمخض عنه ذلك الهجوم النوعي الذي طال انتظاره والذي سمي سابقا بهجوم الربيع؟ تحياتي لكم أستاذ محمد وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم الدكتور رامي. حقيقة أوكرانيا في ظل تعثر مسار المفاوضات وعدم وجود خط موازي للمواجهة العسكرية وهو مسار اللقاءات الدبلوماسية مبدئيا، فهي ماضية في محاولة استعادة أكبر قدر ممكن من أراضيها، وهي تطمح أن تستعيد كامل الأراضي وتهدف إلى ذلك وتعتبر أن ذلك سيحقق سلام دائم في المنطقة. وبالتالي الآن أوكرانيا معنية بداية في استنزاف المخزون الذخيرة لروسيا، الأمر الثاني إرهاق هذه القدرات وأيضا استهداف مخازن الوقود وتقليل عدد الجنود الروس للحيلولة من تقدم القوات الروسية أو شنها أي هجمات تشكل خطورة على الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى تمهيد ذلك لشن هجوم بري كامل تستعيد فيه الأراضي كاملة، وخاصة أن قيادة الجيش أكدت أن هذه الهجمات هي مرحلة ولكن ستتلوها مرحلة أخرى وهي هجوم بري يستعيد شبه جزيرة القرم بشكل كامل حسب التصريحات الأوكرانية. طيب، هل الهجوم بالمسيرات الأوكرانية على المجال الجوي الروسي وبالخصوص مناطق موسكو برمزيتها هو ما يلخص الجهد الحربي الذي تبذله أوكرانيا في هذه المرحلة؟ لا أعتقد أن أوكرانيا تريد من هذه الهجمات التي ترحب بها ولم تتبناها رسميا بشكل مباشر وإن كانت تشير دائما إلى أثرها، لا أعتقد أن هدفها الرئيسي هو يعني كسر شوكة روسيا أو الانتصار على روسيا أو غير ذلك، هي فقط تريد تشتيت القوات الروسية، تريد أن توجد نوع من الانقسام الداخلي في الداخل الروسي للرهان على مهاجمة أوكرانيا أو ديمومة استمرار هذه العملية العسكرية التي كما أطلقت عليها روسيا الاسم. لكن على الواقع أوكرانيا تحاول أيضا أن تكتشف نقاط الضعف وقدرات روسيا في صد هذه الهجمات سواء كانت منطلقة من الأراضي الأوكرانية أو كما أشير أحيانا عبر تصريحات رسمية أنها قد تكون منطلقة من الأراضي الأوكرانية، بمعنى أن هناك خلايا قد تكون أوكرانية داخل الأراضي الروسية أو هناك قوات روسية يعني مخالفة لرأي الكرملين وضد هذه العملية، وبالتالي هي أيضا تقوم من الأراضي الروسية تحديدا بإطلاق هذه الهجمات باستحضار أثرها الذي يصفه البعض بأنه ربما يكون في أحيان كثيرة محدودا، إذا استثنينا البعد الرمزي في كون أن هذه المسيرات تدخل إلى المجال الجوي للعاصمة موسكو. البعض يقول بأنه، وهذا أيضا تشير إليه بعض التقارير حتى الغربية، يقول أنه هناك نوع من الإحباط مما كان منتظرا من الهجوم الارتدادي الأوكراني على روسيا، لم يحقق ما كان يرجى من اختراقات. هل هناك اتفاق على محدودية هذا الهجوم الارتدادي الأوكراني داخل أوكرانيا تحديدا؟ يعني أنا أنقل لكم أستاذ محمد ما نراه في الداخل الأوكراني. بداية القيادة العسكرية والسياسية لم تعلن عن أهداف محددة وبالتالي يمكن القياس عليها وإحداث مقاربة
تقييم الهجوم المضاد وما حقق أو أخفق في خلال هذه الشهور الماضية الثلاث. ولكن على الواقع أوكرانيا تعتقد أنها في هذا الهجوم المضاد تحولت بداية من المدافع إلى الهجوم، أوقفت تقدم القوات الروسية باعتراف القوات الروسية، اخترقت في بعض المناطق تحديدا في المنطقة الجنوبية باتجاه زاباروجيا الخط الدفاع الأول كما صرحت طبعا القوات الأوكرانية، أي أنها باتت على قاب قوس أو أدنى من اختراق أو الدخول في مواجهة واختراق خط الدفاع الثاني الذي سيكون أقل إحكاما وقوة من الأول. شكرا لك دكتور عماد أبو رب. نذهب إلى موسكو مع دكتور رامي القليوبي الذي ينضم إلينا لحظة. رامي القليوبي الأكاديمي المحلل السياسي المختص في الشؤون الروسية، نرحب بانضمامه إلينا. دكتور رامي القليوبي، هل ما يتم تسجيله من هجمات بالمسيرات الأوكرانية ودخولها إلى المجال الجوي الروسي بشكل متكرر وحتى إلى مناطق العاصمة الروسية موسكو بكامل رمزيتها يشكل بالفعل نوعا من الهزيمة أو نوعا من الهجوم الذي لم تجد بعد روسيا سبيلا إلى إيقافه ومسا بهيبة الدفاعات الروسية؟ هل هناك تقييم في هذا الاتجاه أو اتفاق على أنه أوكرانيا بالفعل تمس برمزية العاصمة موسكو وهي تستهدفها بالطائرات المسيرة؟ تكمن المفارقة بأن روسيا التي تملك أحدث وأقوى نظم للدفاع الجوي على مستوى العالم في أحيان كثيرة غير قادرة على اعتراض مسيرات صغيرة نظرا لحجمها الصغير وتحليقها على ارتفاعات منخفضة. فهذه هي إحدى مفارقات هذه الحرب الروسية الأوكرانية التي كشفت فعالية الأسلحة البدائية الصغيرة في وجه الأسلحة المتطورة والثقيلة. ولا شك أنه منذ فترة تسعى أوكرانيا التي أدركت أنها غير قادرة على إلحاق هزيمة بروسيا في ساحة المعركة لإضعاف روسيا من الداخل عبر شن ضربات على مواقع تشكل رمزا لهبة الدولة الروسية. ففي بداية مايو الماضي تم استهداف الكريملين نفسه، وفي نهاية يوليو الماضي استهدف حي المال والأعمال موسكو سيتي الذي يعد رمزا لروسيا الرأسمالية ما بعد السوفيتية، حين انتقلت من اقتصاد مركزي تتحكم فيه الدولة إلى واحد من أبرز اللاعبين الاقتصاديين في العالم لا سيما في مجال الطاقة. ومن الواضح أن كل هذه الهجمات هي ذات أهداف نفسية وتخريبية أكثر منها عسكرية، لأن هذه الضربات المحدودة لا تغير شيئا في الميدان، ولكن الهدف منه من خلالها هو إضعاف معنويات الروس والإخلال بالعقد الاجتماعي القائم في روسيا بين المواطنين والدولة على أن توفر الدولة للمواطنين قدرا من الرخاء والأمان مقابل عدم المشاركة في السياسة. فبذلك تسعى السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيون لحلق انطباع لدى المواطن الروسي بأن الدولة الروسية عاجزة عن حمايته، ولكن على مستوى عموم البلاد هذا التأثير ليس كبيرا. تماما، هذا الذي أريد أن أصل إليه. من حيث التقييم الاستراتيجي والعسكري لهذه الهجمات المتكررة الآن أصبحت في الواقع شبه يومية على المجال الجوي الروسي، أنت قلت بأن هذه طائرات هي صغيرة جدا تحلق على ارتفاعات منخفضة، يصعب على الدفاعات الجوية مهما كانت متطورة أن ترصدها أو أن تعطلها بشكل كامل. هل يجسد ذلك بالفعل قصور في هذه المعركة من حيث الأداء من منظور روسيا، أم أنه لا يتم الالتفات كثيرا إلى هذا العنصر، عنصر حرب المسيرات؟ إذا نظرنا إلى الإعلام الروسي فهناك انطباع بأنه يتم تحجيم هذه الهجمات لعدم إثارة حالة من الذعر في البلاد. والآن تقريبا سكان موسكو اعتادوا على أن يستيقظوا بشكل شبه يومي على أنباء وصول مسيرات ماء، ولكنهم لم يعودوا يكترثوا لها كثيرا لأن موسكو مدينة كبيرة يقطنها نحو 13 مليون نسمة. فبالتالي هذه الحوادث المحدودة لا تؤثر على حياة المدينة ككل. بالإضافة إلى
ذلك هناك أنباء تم تناولها في الصحافة الروسية أنه الآن تجري إعادة النظر في مسألة تطوير نظم الدفاع الجوي وجعلها قادرة على اعتراض أجسام صغيرة. طيب شكرا لك دكتور رامي القليوبي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. نذهب إلى كييف مع عماد أبو روب. عمليا البعض يقول أنه مسار العمليات يشير إلى نوع من الجمود أو محدودية في قدرات الأطراف على إحداث اختراقات جديدة، والبعض يقول أيضا بأنه الاستراتيجية التي نهجتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة أبانت عن محدوديتها، والدليل على ذلك تغيير وزير الدفاع. هل هناك اتفاق داخل أوكرانيا على أنه تغيير وزير الدفاع شخصيا في هذا الوقت من المعركة هو دليل على محدودية النتائج التي كانت مرجوة من الهجوم النوعي الذي طال انتظاره؟ باعتقادي أستاذ محمد، يعني الداخل الأوكراني يتابع باهتمام قدرات وزارة الدفاع ويقدرها، ولكن التغيير جاء لمشاكل داخل الوزارة في عملها الإداري وليس في عملها الفني التقني أو الميداني العسكري في المواجهة. وقبل قليل كان هناك تصريحات روسية تقول أنها لا تتوقع أن يكون هناك تغيير في خطوط الجبهات مع أوكرانيا مع تغيير الوزير، أي أن روسيا حتى كذلك هي لا ترى أن تغيير القيادة كقيادة الوزارة سيحدث أي تغيير يعني أثر. لماذا؟ لأن الميدان هناك جنرالات وخبراء عسكريين وقيادات عسكرية وألوية وكتائب ووحدات ومعدات، كل ذلك لا يتأثر في قيادة وزارة الدفاع لأنها لا تدير كامل الأمور لوحدها. الميدان هناك قائد القوات الجوية والبرية والبحرية والقيادات الاستخباراتية وغيرها من الأجهزة الأمنية المتعددة، فبالتالي القيادة الحالية الموجودة هي لإحداث إصلاح داخل منظومة وزارة الدفاع ومواجهة الإشاعات التي خرجت عن عدة اتهامات بالفساد لعدة مسؤولين بارزين. وبالتأكيد لابد أوكرانيا أن تحقق في هذه الاتهامات وتصل فيها إلى قرار قضائي عادل شفاف. إذا كان هناك فساد أن يحاكموا، فهذه أشبه وأقرب إلى تهمة الخيانة إن ثبتت على أي مسؤول مهما كان، وفي حال لم تثبت تكون مجرد إشاعات يعني قام بها بعض المغرضين ليربكوا الداخل الأوكراني. طيب شكرا لك عماد أبو رب. دكتور رامي القليوبي، هل التقييم الشمولي لجبهات المعركة سواء كانت بحرية أو جوية أو برية يشير إلى أن روسيا لربما حققت المبتغى فيما يتصل بالمناطق التي تريد أن تبسط عليها نفوذها، وبأن هناك الآن مسألة تدبير اليومي فقط في هذه المعركة وليس هناك انشغال بتحقيق المزيد من مواقع النفوذ في التراب الأوكراني؟ هل الآن وصلنا إلى مرحلة الجمود والحفاظ على المكتسبات فقط؟ بداية هناك بعض الأعمال التقدمية التي ينفذها الجانب الروسي وتحديدا في محيط مدينة كوبانسك في مقاطعة خاركيف، وخاركيف هي مقاطعة أوكرانية هامة حيث أن خاركيف كانت عاصمة للدولة السوفيتية أو لدولة جمهورية أوكرانيا السوفيتية عند نشأة الاتحاد قبل نحو قرن، والآن هي ثاني أكبر مدينة بعد كييف. لكن في المجمل أنا أتفق معك في النقطة أن التركيز الآن هو على تثبيت ما هو قائم فعليا، وخلال الأشهر التي تأخر فيها التقدم الأوكراني المضاد نظرا لبطء تسليم الأسلحة الغربية إلى كييف، روسيا استثمرت هذه الفترة لزرع الألغام وإقامة تحصينات في مناطق جنوب. نحن نشهد أن الآن الهجوم الأوكراني اصطدم بهذه التحصينات وغير قادر على الوصول إلى أي مدينة استراتيجية مثل ميليتوبل أو بيرجانسك أو ماريوبل، بل كل التركيز هو على التقدم البطيء. وهنا لابد من الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية أنشئت على مدى العقود الماضية بالدرجة الأولى كجيش دفاعي وليس جيش دفاعي أو وليس كجيش هجومي عفوا، انطلاقا من رؤية أنه لن تحدث حرب جديدة كبرى في أوروبا.
طيب شكرا لك دكتور رامي القليوبي. دكتور عماد أبو الرب، حينما نتأمل أيضا في توازنات هذا الوضع، هل تبدو واقعية تلك الطموحات التي تشير إلى أنه بإمكان الجيش الأوكراني إحداث اختراقات تساعد على تحرير القرم نفسه في غضون أشهر قليلة جدا كما تم التعهد بذلك في مرات سابقة؟ للوهلة الأولى بالتأكيد، يعني الأمر ليس بتلك السهولة، الأمر صعب جدا جدا. روسيا دولة عظمى، دولة قوية، دولة لها خطط عسكرية وقدرات كبيرة، ولكن واضح أنها اصطدمت كذلك بقدرات معنوية وإرادة شعبية أوكرانية كبيرة في مقاومة الاحتلال، ما يسمى الاحتلال الروسي على الأراضي الأوكرانية. فبالتالي لا يوجد للآن، لنقرب المشهد للمشاهد حقيقة، والأستاذ رامي يتابع بالتأكيد ذلك، لا يوجد انقسام في القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية، يوجد هناك التفاف شعبي حول تحرير الأراضي الأوكرانية. لكن الآن الحرب طالت، والآن يستنزف الشعبين، يعني عدد الضحايا أستاذ محمد الآن في الشهور القليلة الماضية بين الجانبين كبير جدا. هناك الضحايا نوعين، هناك من قتل، وهناك الضحايا الجرحى الذين فقدوا أطرافهم وسيعيشوا كامل حياتهم وهم معاقين وعاجزين وغير ذلك، ناهيكم عن التأثيرات الاقتصادية وغير ذلك. فبالتالي أعود إلى سؤالكم، يعني باعتقادي أن أوكرانيا هي تضع خطط وتستفيد من الدعم الذي يأتيها من حلفائها، وتستفيد من الدعم الاستخباراتي الكبير الذي يأتيها، وتحاول أن تحقق أقصى قدر مستطاع من الوصول إلى هذا الهدف. في حالة عدم وصولها إليه بالقوة، هي بالتأكيد تترك لحلفائها وللوسطاء الباب مفتوح لإحداث حراك في المفاوضات السياسية، لعل وعسى أن يكون هناك تقليل للفجوة بين الفرقاء، وهذا بالتأكيد ما نتمناه نحن ويتمنى كل إنسان غيور على السلم العالمي. طيب شكرا لك عماد أبو رب. دكتور رامي القليوبي، تابعت من دون شك لقاء الرئيس التركي بالرئيس الروسي، وتابعت المواقف التي عبر عنها بوتين إزاء اتفاق الحبوب. هل تجسد هذه المواقف في حد ذاتها نوع من التململ أو إبداء المزيد من المرونة من الجانب الروسي، الذي كان يبدو في الواقع متشائما بشأن مسألة تجديد أو تمديد أو استئناف العمل باتفاق الحبوب عبر البحر الأسود؟ هل هناك تغيير جوهري في الموقف الروسي أم لا؟ لا تغيير جوهريا في الموقف الروسي، وتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع أردوغان أمس كانت واضحة، وهي أن روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب، ولكن بشرط وفاء الغرب بجميع الشروط الخاصة بحقوق روسيا في إطار الصفقة، وفي مقدماتها فتح الأسواق العالمية أمام الحبوب والأسمدة الروسية، خاصة وأن القيود التجارية الغربية على روسيا لا تحظر صراحة استيراد الأسمدة والحبوب الروسية. ولكن المشكلة تكمن في أن الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وبطبيعة الحال من المستحيل تصدير الحبوب والأسمدة من دون نقلها. هل ذلك هو مكمن الخدعة كما سماها بوتين في حديثه أمس إلى إردوغان، التي تعرض لها من طرف الغرب؟ يقول كل تأكيد، وهذه ليست أول مرة تحمل فيها روسيا الغرب المسؤولية عن إفشال الصفقة، حيث سبق للكرملين أن أكد مرارا أن أي كيان يجب أن يقف على قدمين وليس على قدم واحدة. فإذا كانت روسيا قد أوفت بالتزاماتها في مسألة السماح بالخروج الآمن للسفن الأوكرانية المحملة بالحبوب من موانئ أوديسا وتشيرنامورسك ويوجني، فلماذا من جانب آخر لا يتم الوفاء بقسم الخاص بحقوق روسيا في مسألة فتح الأسواق العالمية أمام حبوبها وأسمدتها، وإعادة ربط مصرف روسي الخوز بنك الزراعي الروسي بمنظومة سويفت العالمية للتحويلات المالية؟ سأعود لأفصل معك، هل ذلك أيضا هو تجلي من تجليات التأثيرات التي خلفتها العقوبات على الاقتصاد الروسي برمته؟ لكن قبل ذلك دعنا نأخذ رأي الدكتور عماد أبو الرب إزاء المواقف التي جاءت من قمة بوتين وإردوغان، حينما تحدث بوتين خصوصا عن مسؤولية أوكرانيا أيضا في احترام بنود اتفاق الحبوب، ما يتصل بتسخير البنيات، بنيات الموانئ
عدم عسكرتها والتي تستغل في مسألة الحبوب، وأيضا مسألة عدم استهداف السفن التي تنقل الحبوب في مساراتها، عدم خلط المسارات العسكرية بالمسارات التجارية لهذه الحبوب. أين تكمن مسؤولية أوكرانيا؟ بداية أكيد أوكرانيا أستاذ محمد معنية بإنجاح الاتفاقيات. لماذا؟ لأنها أكثر دولة متضررة بكل المجال الاقتصادي، المجال الزراعي، المجال العسكري السياسي، وبالتالي نافذة تسيير وتمرير الحبوب عبر الممرات الآمنة هذا مطلب أوكراني أساسي، ولا يمكن أن تنتحر أوكرانيا من خلال إجهاض هذه الاتفاقية بأي شكل. المسألة الثانية، النقاط الخلافية بين روسيا والغرب والضغوط التي تمارس على روسيا حسب ما ذكرته من مبررات، هذا شأن آخر، لا يمكن معاقبة أوكرانيا بناء على الخلاف الغربي مع روسيا أو روسيا مع الغرب. دكتور عماد أبو روم، ألم تصدر أوكرانيا بهذا الاتفاق أزيد من 20 مليون طن من الحبوب، فيما روسيا لم تصدر مثل ذلك الحجم من الحبوب؟ ألا تبدو أوكرانيا مستفيدة وتبدو فيه روسيا فقط متعاونة في تصدير الحبوب الأوكرانية؟ لا يبدو ذلك اتفاقا وقسمة ضيزة كما يقال؟ تفضل. هناك نقطتين أستاذ محمد. بداية، أوكرانيا من حقها عبر مياهها الإقليمية وعبر التشريعات الدولية في التصدير وفي الحدود المائية والبرية والجوية أن تستخدم هذه الممرات للتصدير. الاتفاقية هي جاءت فقط للإشراف أو لضمان عدم استخدام هذه السفن بشكل عسكري أو يخدم الأمور العسكرية، وأوكرانيا استجابت. فباعتقادي لا يوجد أي إرباك من أوكرانيا لهذه الاتفاقية. أما ما يتعلق في الجانب الروسي، بالتأكيد نحن نتكلم بالمنطق والواقعية، أن روسيا لها الحق كذلك أن تصدر منتجاتها ضمن الاتفاقية وبنود الاتفاقية، ولكن أن تتهم أوكرانيا أنها استخدمت سفن بشكل عسكري هذا لا يوجد عليه أي دليل ولا يوجد عليه أي بند يشير إلى ذلك. شكرا لك أستاذ عماد أبو الرب. أستاذ رامي القليوبي ختاما، وأنا أعلم بأنك ستغادرنا بعد لحظات، فقط هناك ذلك السؤال الذي يتبادر إلى الذهن من خلال تصريحات أيضا الرئيس بوتين حول ما إذا كان هذه فشل اتفاق الحبوب من وجهة نظر روسيا هو تجلي أيضا إلى التأثير القوي للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، والآن ما يجري الآن وإبداء من مواقف هو فقط نداءات استغاثة من الاقتصاد الروسي نفسه. لا شك أن العقوبات الغربية أثرت سلبا على الاقتصاد الروسي، لا سيما بعد دخول الحظر الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ، وهذا أدى إلى تراجع كبير لعوائد خزينة الدولة الروسية. ولكن في الوقت نفسه روسيا لم تواجه انهيارا لاقتصادها، بل تمكنت من إيجاد ملاذات له عبر إقامة شراكات مع دول لم تنضم إلى العقوبات، وفي مقدمتها طبعا الصين والهند والدول العربية وبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لأن العقوبات المفروضة على روسيا ليست عقوبات دولية على غرار تلك التي فرضت على كوريا الشمالية وإيران وكانت ملزمة على جميع دول العالم. العقوبات على روسيا الدول من خارج الكتلة الغربية غير ملزمة بها، فهذا جنب روسيا انهيار اقتصادها. شكرا لكم دكتور رامي القليوبي الأكاديمي المحلل السياسي المختص في الشؤون الروسية من موسكو، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. يبقى معنا الدكتور عماد أبو روب من كييف، ونحن نتحدث أيضا عن مسارات هذه الحرب الروسية الأوكرانية. هل هناك استعداد في كييف لتغيير نوعية الالتزامات المتبادلة بشأن اتفاق الحبوب حتى يتم تمديد العمل به، أم أن أوكرانيا في الواقع وجدت بدائل ومسارات بديلة لتصدير حبوبها؟ بداية، أوكرانيا أستاذ محمد لم يتوقف ولم تتوقف هذه البدائل بداية، حتى قبل الحرب دائما كان هناك تصدير للبضائع بحكم وجود يعني ملاصقة وحدود أوكرانيا ملاصقة لأكثر من 4 دول أوروبية، وبالتالي وخاصة عن طريق بولندا، رومانيا، مولدافيا، سلوفاكيا، فبالتالي أوكرانيا تصدر ولا زالت وكثفت هذا التصدير في بداية الحرب حتى لا يكون هناك أي خطورة كبيرة تجمد. ولكن هذه الطرق في التصدير
هي لديها أمرين يعني يؤثرا على ديمومة التسيير. الأمر الأول الكلف الاقتصادية، بحيث سترتفع أسعار هذه المواد المصدرة من خلال هذا الطريق. والمسألة الثانية الوقت، يعني التصدير عبر البواخر الكبيرة وهو أقل كلفة وأسرع وأكثر يعني إمكانية في تصدير كميات كبيرة، وبالتالي العودة إلى إعادة التصدير عبر البحر الأسود هو الخيار الأفضل. وأوكرانيا باعتقادي حتى بعد الحرب ستفعل إمكانية المحافظة على خطوط التصدير عبر النهر أو عبر الحدود البرية مع أوروبا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وبذلك ننهي مشاهدينا الكرام هذا الجزء الأول من برنامج موضوع اليوم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا في الجزء الثاني.